ذكرى عام على المقابله مع عند الموجودين في البلاتو، بدا مع عند خالد المولي. خالد، كيف شفت المقابله هكا جلوبال مون قبل ما ندخلوا في التفاصيل؟ جلوبال مون الحقيقه ماتش ديسوفون بالنسبه لينا، مخيب للامال على المستويات الكل. كنا على الاقل نحبوا نراو المنتخب نتاعنا احسن من مباراه مالي. كنا نجم نقولوا النسق نتاعو تصاعدي من مقابله متوسطه ضد انغولا لتحسن المردود ماتش مالي. كنا اليوم نتصوروا على الاقل باش تكون المباراه احسن ماتش مالي، لكن الحقيقه على المستويات الكل ماتش مخيب للامال. ظهر لي اسوء مباراه في الدور هذا. المهم هو النتيجه وتعدينا للدور ثمن النهائي، لكن على مستوى الاختيارات مره اخرى فما شيء، يعني فما اختيارات ما همش مفهومين. على مستوى الرسم التكتيكي كيف كيف، فما اختيارات ولا فما معش دي شوا سور لو سيستيم، حاجات ماناش فاهمين الحقيقه. اليوم بعد ثلاثه مباريات لا عندنا ايدونتيتي نتاع منتخب تونس في شمال افريقيا وعنده طريقه لعب معينه، ولا عندنا مستوى يهني للباقي نتاع الباركور. المهم تعدينا ان شاء الله الفتره اللي جايه تحسن فيها تحسنوا على الاقل. راو اونفي، راو مدرب عنده عنده البصمه، عنده منتخب يحب يوصل لحاجه. خاطر الحقيقه اليوم مرينا شيء، وكان مش موريتانيا ناقص الخبره كنا اليوم نجم نخرجوا ونتعداو بجنب الحدث. تو نجيو للتفاصيل. خالد وليد، توافق خالد كي تقول مرينا شيء من المنتخب اليوم؟ بطبيعة الحال نوافقوا، معناها كان ما نوافقوش نولي يا ما تفرجتش في نفس الماتش، يا بوتيتر انا معناتها ما نفهمش كورة. ولا الحقيقة معناها فما أسف كبير وفما حيرة كبيرة، معناها تو كي نحكيو على المنتخب التونسي برشا نقاط استفهام الحقيقة. حكينا البارح وفي الحصص الفارطة على المنتخب الموريتاني، وحيدر سألني قال لي منتخب موريتانيا يخوف. شفناه اليوم اللي خوف منتخب موريتانيا كان نجم يربح المنتخب التونسي اليوم. خلينا نقولوها سانسيرمون، اليوم كنا نخسروا ضد موريتانيا. لي زوكازيون دو بوت نات اكثر منا، بوسيسيون دو لا بال كيف كيف، معناها لي تير كادري لي سونتر، معناها فريمون معناها الحقيقه. شوف احنا قاعدين نعطيو في وقت معناها المنتخب، خاطرنا احنا ابريتو انا واحد من الناس معناتها جو فوزي بارتي معناها كيب ناسيونال ولعبت وكذا. برشا وقت وليد، الماتش الاول الثاني الثالث الى متى؟ يا اسلام شوف احنا معناتها توا يلزمنا نستناو خاطر ترشحنا، اما فما برشا نقاط استفهام والحقيقه واحد ساعات ما يلقاش راهو برشا كلام باش يقولوا. دونك نحب نمرر الكلمه وكذا. مات نبدا منين وفاء العشري. شوف اليوم ترشحت وانت ماكش فرحان، ترشحت وانت متغشش، نقولها كما هي، ترشحت وانت خايف من الادفيرسير ديريكت في الناويتيام باش تلقى مورسو كبير اسمه غانا، وانت ما عندك حتى شيء، لا روح لا بدن لا ساقين لا فكر لا حضور. البيك اللي سمعناها اول مره، البيك كيف تروزيام ماتش هاي ما جاتش، بوتيتر بيان تجي في الكاتريام. انا يظهر لي مازال المنتخب ما مشاش، يظهر لي مازال في تربص اعدادي كيلكو بار، ما تشوف شيء. شوف اليوم كي تحكي لازمك ترجع من الاول، من الاول قلنا راهو منتخب كبير هكا ولا قلنا راهو تحضيرات في المستوى، قلنا رانا الاول عربيا الثاني افريقيا احسن بطوله في افريقيا، ورانا ماشيين نحكيو في الدومي فينال، وراهو الكونترا نتاع الان جيريس كونترا اوبجيكتيف، نحكيو الاوبجيكتيف نتاعو دومي فينال. وقتها كره على البار ولا البرة باش تقابل الاربعه الكبار نتاع القاره. انت ما تنساش 2018 من الخمسه الكبار نتاع القاره مشيت لعبت نهائيات كاس العالم 2018، تجي تلقى روحك ما جيتش النهار الاولين، اون ايتي ابسون كونتر انغولا. مالي الرجة وكل الكلام الكبير هذاك الرجة ما صارتش، الزلزال ما صارش. اليوم موريتانيا الناس تحكي وتستنى تقول لك موريتانيا، مع احترامنا الكل الموريتانيين اخواننا واصحابنا، ننتمي لنفس الجهه ولنفس المكان الاقليمي، لكن ما كناش نتصور اليوم عندهم دي تراديسيون دو فوتبول اللي تخليك في 88 دقيقه لعب وكنا في الاوف و90 دقيقه لعب تقول يا ستار استر راهو كان يضربوا لك الكره راهو مشيت. هذا لازمنا نراجعوه. وقت نقولوا رانا الاول عربيا والاول افريقيا لازمنا نقولوا راهو ثمن نهار من نهارات اللي تي ان جور
لعبنا كونتر موريتانيا على اساس انه باش نطلعوا لويتيام دو فينال. لويتيام راه اليوم نحكيو تضاف العدد ولينا 24 ايكيب، وراهو في 70 دقيقه خفنا، في 80 دقيقه خفنا، في 70 دقيقه رانا دخلنا دراجر، في 80 دقيقه رانا خايفين، في 82 انا كنت نفسي رضا هو عمل تغيير هجومي موريتانيا وانت عامل تغيير دفاعي. هذا كل لازمك تحطه اون بوكل وتقعد تخمم فيه. هو في المقابلات الكل، في المقابلات الكل نشوفوا التغيير الدفاعي ديما يعملوا كونتر مالي مش مشكل، كونتر غانا مش مشكل، كونتر كامرون دوزاكسيو راه خرجوا له بليسي، معناها ايماجين انت لونترينور معك على الاخر. اما كي نعملها مع موريتانيا، كي نخاف مع مصر، كي نخاف مع المغرب، كي نخاف مع الجزائر، كي نخاف مع الكامرون، مع غانا، مع مالي نجم نخاف ابري تو كبار القاره. مع كل احتراماتنا كي نخاف مع انغولا ونخاف مع موريتانيا ونبدا نحسب نرجع القواعد الحسابيه راه كان نعملوا كي نطلعوا وافضل الثالثين وكذا، في كل الاحوال نقولوا رانا احنا خايبين الى حد الان، حتى بالترشح نتاعنا رانا خايبين. باهي سيدي، نفس السؤال تقريبا، المنتخب اليوم كان نجم يخرج، معناها لو كان كلينا بونتو من موريتانيا اللي خلقت عليه الفرص، معناها كنا نجموا نقاولوا احنا اوت اليوم. اليوم منتخبنا تميز بحاجه هامه جدا هي الرداء. اليوم وصلنا الى اسفل الرداء في المردود، خلينا نقول لك رديئين. تعرف رداء معناتها يعني كي تفرج على مباراه كره قدم كان فما كلمه اقوى من هكا نجم نحطوها بصراحه. اليوم المردود رديء جدا، رديء في الفردي، رديء في الجماعي، رديء في التخطيط، رديء في قراءه اللعب، رديء في كسوحيه الراس وحطان بعض اللاعبين في مراكز اللي ما ينجموش ينجحوا فيها، رديء كذلك لما تشوف انه منتخب موريتاني في الدقيقه 81 مجموع المسافات اللي جراها اكثر من مجموع المسافات اللي جراها المنتخب التونسي. وهنا اتونسيون الارم لامب حمراء تشعل، خاطر ما تنجمش انت امام منتخب مبتدأ يعمل شنو معناتها هذا؟ ما نحكيش كوره تو، نحكي عزيمه وفولونتي في التيران. يعني كيفاش انه المنتخب الموريتاني كانت عنده اكثر رغبه في انه يجري ويحاول يفتك وانه يعمل مسافات في الملعب، المعدل الفردي والمعدل الجماعي كانوا اكثر منا. رديء لانه اول فرصه في المباراه هي للمنتخب الموريتاني، رديء لانه اول تسديد المنتخب التونسي هي في الدقيقه 39 المؤطره، في الدقيقه 39 للمساكني، رديء لانه في مجمل المباراه سددنا مرتين على المرمى، رديء لانه تقريبا ما جاتنا حتى ركنيه هجوميه، رديء ان منتخب موريتانيا وقالوه هددنا اكثر في مرمانا منهم واحده كانت نجم تدخل لولا تالق حارس المرمى لازم نقولوه. يعني تحاول باش تقرا وتلقى ثوابت ايجابيه ما تلقى شيء. رديء لانه حتى اللاعبين اللي كانوا نقاط اشعاع كما سخيري كما الخزري كما سليتي كما اللي هم توا مترسمين فما تقريب 7 لاعبين لا حياه لمن تنادي، بل بالعكس اصبحوا في توجه اخر سلبي. السؤال مطروح لماذا؟ اكيد تصاور اللي قاعدين نشوفوا فيهم ما قبلش من بكري على الشاشه ياكدوا الكلام اللي كنت تقول فيه سيدي فا. منتخبنا رديء، منتخب موريتانيا تقريبا سيطر بالطول والعرض على المقابله، تقريبا اكثر من 7 فرص سانحه للتهديف في المقابله نتاع اليوم مقابل فرصه او اثنين لمنتخبنا. كان يستحق منتخب موريتانيا اكيد الفوز في مقابلته اليوم. نبداو نحكيو بالتشكيله وليد، شنو رايك في التشكيله اللي اختارها جيريس، واللي يمكن الملاحظه الابرز فيها هي غياب ياسين الخنيسي. الناس الكل اجمعوا ظهر لي انه كان مهم في المقابله الماضيه ضد مالي وعطى بروفوندور للهجوم تاع المنتخب. ياسين اختار جيريس انه يخرج ويرجع وهب الخازري في مكان. هذوما من لي بوان دانتيروغاسيون. ياسين الخنيسي لاعب مهم برشا سورتو كي تلعب ضد ادفيرسير اونتر جيومي اقل منك، وظهر لي اليوم ظهر ما فماش فرق كبير بيننا وبين موريتانيا، بالعكس معناها انا انبهرت اليوم بالمستوى اللي قدمته موريتانيا الحقيقه، معناها كلاعب وكفني وككل شيء. ياسين الخنيسي انت باش تلعب اليوم ضد فريق يلزمك تربح ما تلعبوش، وهو ظهر استعدادات باهيه في البريسينغ تلقاه، معناها في لي ترانزيسيون تلقاه، وتلعب بالعواضي اللي هو معناتها كريم صحيح، معناها في الريكوبيراسيون قوي، في الجوتات زاد كيف كيف، مالغري كو عمل برشا فوتات اليوم كريم، معناها في لي زانترفونسيون نتاعو فك اغلبيه الكرات اللي فكها عمل ديفوت. بالاخر اجبت العواضي انت. هل من المعقول مدرب
لاعب يلعبوا اول مره معاه في كومبيتيسيون بحجم كاس افريقيا، معناها عمره ما لعب مع جيريس هو دخل صرافي ودخل دراجر. لا لا ما فهمتنيش، صرافي ودراجر لعبوا معاه قبل في البريباراسيون، لكن العواضي اول مره اليوم يكون موجود مع المنتخب يلقى روحه اساسي اليوم مع جيريس. فما دي بوان دانتيروغاسيون سلام، راهو اليوم انت كي تشوف العواضي معناها كيما قلت لك، معناها انا شوف ما عندي مشكله مع حتى لاعب، بالعكس باش نحكيه خاطر انا راني عمناول كنت موجود مع الفريق هذا معناتها مع الجروب هذا، كنت موجود في الليميناتوار كوب دي موند باش الناس تعرف. دونك معناها فما بيناتنا عشره، فما معناها علاقه ود وكذا، اما فما حقيقه لازم تتقال اختيارات. انت اليوم كي تلعب العواضي في تشكيله دفاعيه معناها ما تنجمش تلعب ضد موريتانيا وتلعب معناها افيك دو جوور معناها اللي هما عندهم نفس المواصفات، هو صخيري وشفنا اليوم فما لونتور كبيره ياسر بوكو دو باس فير لاريير، معناها ما تنجمش تلعب معناها ما تنجمش تو بو با كونستروير لو جو هكاك. ودخل اصرار في اللي انا بالنسبه لي جني عليه اليوم، يقول انا ما نسمعش كلام الشارع. تي مالا شنو هاك سمعت كلام الشارع تهبط اصرار في بريسك ميتون كامل، راهو اصرار في معناتها ابسون راهو ما باش تخسروا انت توا. معناتها اللاعب كيما انا ذاك الى دي كاليتي وقلناها قبل، قلنا نتاع 20 30 مينوت تبدا به تالونتيو داكورد، ولكن باش تدخلوا في معناتها في ماتش كيما ناكي اللي هو فيه ريال، تقوليش موريتانيا فريق ضعيف وكذا من غير ما نعاودوا ندخلوا في التفاصيل. وما صرار في تهبطوا معناها سو لو فلون دروا، انت لعبت البدري ديجا الماتش اللي فات، سي فري كو البدري بوتيتر ماهوش اون بوسيسيون دو سي مويان معناها بالكدا، لكن الحقيقه معناها بيزار كومبورتمون تاع المدرب بيزار على الاخر. خالد نسالك منين كمل وليد، تشوف انه بسام صرافي معناها هل انه مقنع به جيريس كي هبطوا الا استجاب المطلب الجماهير اللي الناس كل طالبت بالصرافي، خصوصا انه معناها خرجوا في الشوط الاول معناها عطاها شوط واضح انه ما كانش مقتنع به برشا. لو كان استجاب للمطلب الجماهيري دونك سمحنا فيه ماهوش مدرب، هذا ما نجمش يكون عنده القيمه نتاع مدرب منتخب. مدرب يكون عنده قناعات بملاعبيه باش يهبطوا على خاطر فما الروجيستر ولا خاطر فما الملاعب يستحق ولا فما يعني جيستيون دان تورنوا نجم نفهم نكون، اما لو في استجابه لضغط عاد كل واحد يعمل اربع باجات فيسبوك وكل واحد يحط الكيب نتاعو والمدرب يستجيب. اسهل ما فماش اسهل من هكا في وقتنا تو، لكن ما نتصورش هذا، نتصور اللي المدرب هبطوا عن قناعه اللي باش يعطيه باش يعطيها بلوس. ومام تو ديما نقول انا راه فما اون جيستيون تاع تورنوا ماهيش بطوله، هذه فما اربع ماتشات، فما لاعبين باش لازم يرتاحوا شويه، فما لاعبين لازم ياخذوا الشانس نتاعهم، فما لاعبيه كيما صرار في نتصور اليوم الكونتكست كان ينجم ينجح فيه ضد منتخب صحيح ورا على الميدان اللي هو منتخب محترم ونورمال ما في المنتخب نتاعنا يعرف الامكانيات حتى الفرديه نتاع المنتخب شعب اليوم. اليوم ما عادش فما فريق متخبي على الاخر، تعرف نوع ما تعرفهم باللي كاليتي انديفيدوال نتاعهم. دونك المدرب باش يحط ملاعب اليوم في بوزيسيون معين يعرف بريمو سي اسكو ينجم ينجح ولا اسكو لو فيزافي نتاعو شو القوه نتاعو نجم يتعداه، لا باش يحطوه في على اليمين على اليسار شو وين نجم ينجح. يظهر لي الريجستر اللي تحط فيه الاصرار في كان نجم ينجح فيه، لكن المشكل اليوم اللي ليكيب كلها ما مشاتش. شكون مش واصل له صرار هو يلعب في بوزيسيون متقدم، شكون مش واصل له؟ ديجا احنا مشكلتنا الاولانيه ساعه اليوم في الكونستركسيون دو جو، ما لقيناش ساعه لي دو ميليو ديفونسيف يلعبوا فردلين، مد الكره مع بريسيون من المنافس رجعها لتالي، لي ديفونسور نتاعنا وقت اللي لازم يلوجوا لي زانترفال يلوجوا في الكره طويله، لو الكره طويله ما عندكش ان جوار باش يعطيك بروفوندور اللي هو الخنيسي نورمال الخزري عدى ماتش كامل بريسك في وسط التيران. دونك تحس وسط التيران نتاعنا اليوم معبي بالفارق، الناس كل تطلب في الكوره في الوسط فهمني. علاش خالد؟ خاطر عندهم اللي ميم كاليتي معناها العواضي والسكيلز فما سينكرونيزاسيون وقت اللي فما واحد لازم لي زابيل شوما واحد مثلا باغ اكزومبل يديكروش الاخر يطلب في الاسباس مش نعملوا زوز بار دابيل نعملوا زوز خالد كيف جوستومون يعني البورتور ما عندوش حل. وزيد لي دو ميليو ديفونسيف تاعك يعني بريسك فاردلين كان تذكروا بعد ماتش مالي وريت انا تصاور ما بين الصخيري وش اسمه وغالين شعلي كيفاش الصخيري واقف قدام ديفونس وش غالين ديجا ماخو البروفوندور. دونك لهنا باش
تنجم تلعب باش تلقى دي سوليوشن. مي مالوريزمون احنا لعبنا ساعه ملي دو لي دو ميليو ديفونسيف برسك فرديني واللي القداميه كلها ستاتيك تطلب في ساقيهم، ما عندناش بروفوندور منهم الناس كل يوسف طلب في ساقيه، سليدي في ساقيه، سراف في ساقيه، اللي نورمالمون يعطينا بروفوندور كيف كيف لي كاليتي نتاعو هو بيدو يحب يلعب في ساقيه. دونك علاش الشونجمون نتاع الفرد روحه نتاع الخنيسي في الدوزيام ميتون اللي عطانا صحيح بروفوندور مي سي ان بو تار، خاطر الموريتاني خذات ديجا دخلت في الماتش ما زلتش عليها في المينوت الاولاني ماركت ليه سي بون بعد وفيه ولقاو روحهم افيك ايزونس يلعبوا. قول لك ليه بوركوا با نلعب لي شونس نتاعي بريتو ما عندي ما نخسر اليوم حتى كان نخرج من التورنوا انا ديجا ان اكسبلوا اللي تعديت. دونك اليوم مره اخرى الاختيارات نتاع المدرب الحقيقه ما تلقى لهمش تفسير. انت الخنيسي علاش تنحى وقت اللي هو كان ظهر من احسن الملاعبيه ماتش مالي واعطانا اللي حشنا به سورتو البروفوندور. الخنيسي يعطيك يعمل لك كارسلمون على لي ديفونسور، وقت اليوم لي ديفونسور نتاع موريتاني يهز راسه يضربها كره طويله يمشي تيت ا تيت دو فوا صارت لنا مع جاكيتي. دونك راهو فما ملاعبيه القيمه نتاعهم ديف حتى هجوميا ما يعطيكش اللي يلزم، لكن قيمته الدفاعيه تخليك ديجا تكسر نقاط القوه نتاع المنافس نتاعك. اليوم تشوف الميتالول الديفونسور نتاع موريتانيا رغم هما يظهر لي محدودين فنيا، اما وقت تعطيه الوقت انت يهز راسه يضرب في البروفوندور شوالي له ديزاكسيون جو شوالي اختر مع الديفونس نتاعنا. الحقيقه اليوم انا على قد ما عجبني التصرف الدفاعي نتاع لي كديفونسور ماشلول الثاني على خاطر لعبوا كونتر يعني ضد فرق اللي تلعب لاتاك بلاسي. اليوم سور لي كونتر سورتو كل كره في الاسباس فمشكله في بلاسمون في كوفرتور. دونك يفو فير اتونسيون اليوم مش عاد لا 8ام سوكي سور توا باش نلعبوا ضد لاعبيه احسن مستوى وسوكي سور باش يراونا نشوفوا لي في بلاس نتاعنا. دونك نقولوا ديما اوريزمون تعدينا راهم، لكن الحقيقه راهم برشا حاجات اروفوار يا ريكتيفي. سي فيفا حكي خالد على غياب الانسجام في وسط الميدان، غياب غالين شعلي اللي أثر اليوم في المنتخب؟ لما لا شك فيه أثر كثير، لأنه تدبر في العواذي والسخيري فيهم نوع من التشابه في البنية الجسمانية، وخاصة إذا نشوفوا من ناحية السرعة ومن ناحية الانتقال من وضعية لوضعية تقريبا ما همش سريعين وعندهم حاجات متقاربة، فبالتالي ما لقيناش هكا التكامل. هذا واحد. اثنين، فما نقطة يلزموا أنا في بلاصة جيراس ولا الإطار الفني تفسر لي برشا برشا حاجات. كي نجي نشوف الشوط الثاني لما دخل الخنيسي شفنا ساعة شوط أول تقريبا ما فما حتى إمداد من الظاهرين لا الأيمن ولا الأيسر مرة واحدة الحدادي. الشوط الثاني وقت اللي حطينا نقطة ارتكاز اللي هو الخنيسي على المدافعين وصلنا في فترة من الفترات ميم سي اون ايتي با تري بون، مي وصلنا في فترة من الفترات تشوفوا الحدادي من شيرة وكشريدة من شيرة أخرى خاطر فما ارتكاز في عمق الهجوم. هذه اون برانسيب سيتي اون ليكتور تعطي راهو الخزري بكل ما عنده من امكانيات هجوميه بكل ما عنده من ايزونس تكنيك ما ينجمش يكون نقطه ارتكاز هجوميه، ما تنجمش تستعملها الديباناج في بعض لي سيتياسيون وقت اللي عندك ايكيب قويه ضدك ومخليت لك نازل عليك وتحب تستعمل مساحات بكلكان كي تكنيك يمكن، اما كامل مباراه تحطه كمهاجم تقريب غايب، مهاجم غايب لانه ما خذاش منطقه في العمق، كان ينزل في وسط الميدان ويحاول ياخذ الكره. فعواضي وسخيري ما كانوش منسجمين، ما شفناش امداد او خلينا نقول لك مسانده من كشريده او من الحدادي الا في بعض الحالات. نعرفش هنا تعطيني راي ولا لا، شفنا اليوم بارابور ماتشات الاخرين شفنا شويه مسانده، لكن ما فماش بريسيزيون كان. لا على خاطر باش نقول لك علاش، على خاطر الاكسيون توصل ميته ما توصلش عمليه جماعيه فيها تسلسل في الافكار حتى معناتها من المفروض اذا تحب تكون المسانده نتاع الاطراف تكون بالكدا لازم تكون دون فاسون كوليكتيف. فهمتني؟ حتى تتعطى الباس في بينيه او تتعطى كره في الظهر تلقى الحركيه جماعيه. صارت مره واحده على ما اظن عمليه في الشوط الثاني اللي كانت فيها قراءه جماعيه وصلت الحارس مرمى بطريقه بدائيه. ثم حتى المساكني اللي هو عاده نقطه اشعاع بالنسبه لنا في الفريق اللي ايموسي ما تشوفوا فما اكسيون في نهايه المباراه وصل افيك ابان باش وصل قدام المرمى وسدد كره رغم انه هو نقطه الاضاءه في المباراه. ف اليوم النقاط اللي تقعد فيها تساؤل اكثر من النقاط اللي تخرج منها بالايجابي. ثم فما حاجه هامه جدا
قالها وليد لكن حاب نركز عليها. زوز مدافعين من منتخب موريتانيا قلب الدفاع خرجوا، لكن أكثر من ذلك المدافع قلب الدفاع الأول كان تشوفه كيفاش لعب ويده مقسوم مقسومة في اثنين، يعني تشوف لا فولونتي يحب يكمل ويحب يكمل. يعني رجع يعطينا في موريتانيا، تعطينا في دروس في الضود على المريول، معناتها سي غراف الراجل لاصق يده في بدنه وهو يجري امبوسيبل يجي يلعب بها. مينو انا معناتها جافي اونفي باش نشوف نوع من الفولونتي، مش نقولش لا قدر الله تكسر، لا، بس اللاعبين تاعنا يكون عندهم اكثر عزيمه. وهذا ما نحكيش لا اطار فني، نحكي على اللاعبين والتصرف بالضبط الروح. لانه شوف اوكي فما دي ديفو، اوكي فما دي ديشي، اوكي فما حاجات غالطه في الاختيارات، لكن انا سرت مومون في التيران يلزمك تكون عندك امكانيه انك تكون عندك الرغبه اللي هي جامحه باش تنجم تكون صورتك ايجابيه. بربي جوس لهنا على حكايه الروح سي تري امبورطون. هو الملاعبي كيفاش يقولوا ال ديباس الامكانيات نتاعو، فما ماتشات الملاعبي لازم يعطي اكثر ما عنده. لكن اليوم الحقيقه فيزيكمون الكيب نتاعنا تعبه برشا راه. وي يعني اليوم خذوا يعني موريتانيا خذت علينا الدوسو من الدقيقه الاولانيه ما فهمناش يعني قانون لهنا باش نرجعوا توا القانون على البيك وما البيك. اما ثم حاجات تعرف كي تبدا انت ماكش حاضر، انت تعرف اكثر مني، تبدا ماكش حاضر في النيفو نتاعك وانت ملاعبي نتاع كيب ناسيونال ولعبت اللي ما لعبش لعب على الاقل هذه دو كان قبل هذين نحكيو عليك بايريه وحتى كان لونتونور ماهوش موجود ما جاش ولا يخمم في حاجه اخرى، انت بينك وبين روحك يبدا عندك دي بيليي موجودين في التيران، تنجم تحس بعد 10 مينوت 15 مينوت اللي انت ماكش في نهارك فيزيكمون، تنجم تلقى اون سوليسيون في وسط اللعبه، مش انا مانيش في نهاري وانا مانيش لهنا، طول الكوره نجري، يعني الكوميونيكاسيون اونتر لي جوار ميم في وسط الطرح باش بعد 15 مينوت. اليوم يوسف عنده من الخبره ما يكفي انه بعد 15 دقيقه نجم يفهم اللعب، السخيري يظهر لي كيف كيف، مرياح يظهر لي كيف كيف، وابي الخزري يظهر لي كيف كيف، يعني عندك على الاقل دو تروا جوار ام مومون دوني ينجم يفهم اليوم، ينجم يعض الطرح والا لا، ينجم يمشي لقدام والا لا، حتى ولو كان لونترونور غايب. يعني انا اليوم راهو اللي مبهتني سامحني قصيت عليك، ما نتذكرش تاكل قعد لي في الميموار نتاعي في ثلاثه ماتشوات كمشجع محب للمنتخب، تفرجت في ثلاثه ماتشوات في دي بلاس بوبليك مع ناس يحبوا الكره مغرومين بالكره يعيط على التاكل، ما سمعتش ماريتش فراب كاسحه بلغه الكره مشات، ماريتش كره على البار في بلاصتها، نحيني حاضر مش حاضر ولا جيريس وليفيكتيف وطبلبيز ولعب العواضي ولا ما لعبوش وهز هذايا وقتل اليوم مسكينك الوليد اسرار في ردينا لو ميسي نتاع تونس ومن بعد قتلناه خاطر اسرار في اونتر بارونتيز راهو البارح في الكونفرنس دو بريس تاع الان جيريس قرر مش باش يلعب، بل انه تغشش من الصحفيين التوانسه وقت اللي اكدوا على اسرار فيه قال لهم شكون هو انا نقدر وانا كذا. اليوم الصباح ما كانش باش يلعب، يظهر لي يسمع برشا الكلام او فرض عليه او حب يحط اصرار في فم مدفع باش من بعد حتى واحد ما يتكلم عليه، وهذه مشكله وكارثه كبيره كان صار. دونك دوكو تصير كارثه كبيره خاطر شو ثم منطق، ما نحكيش ارقام نحكي منطق نتاع لعبه مانيش نحكي فني. اليوم انت اصرار في ما لعبتش به دو ماتش ميم با خمسه دقائق مش داخل في مخك. بعد انت ديورون لي 24 اور حكيت على اصرار في انه هو ما ينجمش وتا وقت اللي يستحق ويكون موجود وما حكيتش عليه، ما حضرتنيش انا نفسانيا باش نلقاه. اليوم الصباح نعرف انه اصرار في ما كانش موجود في التشكيله، في تسريبات التشكيله اللي 90% كانت موجوده. مع ما ثلاثه تبدلت الامور اسلام يظهر لي ورينا اصرار في انه موجود. اي دوكو مسحت فيه الميتون الاولاني بلغه الكره 45 دقيقة خرجته هو اللي ماهوش باهي وكارني انا لعبت بالخنيسي اون بروفوندور وشوفوا تفرجوا كي نلعب انا بالتشكيلة اللي نحب عليها شوفوا شنو تبدل شيء ولا ما لا انا نحكي لك انه مريناش المشكله اليوم ما عادش نحكيه على بيك وحاضرين ومش حاضرين نحكيه ثم طبلبيزه في ليكيب ناسيونال هذه لازم تقال ثم حاجه ماهيش نورمال فاهم صايره فاهم البوان فيو نتاعك اللي تحكي على اون في نتاع ملاعبيه باش يعطيو السو دي باس بيان سور ما هذا ينجم يصير في ماتش اما كبدوا ثلاثه ماتش فوالا كبدوا ثلاثه ماتشات في الثلاثة ما صار في حتى ماتش في الثلاثة ماتش تلعب بنفس الريتم دونك فما بروبليم فيزيك فهمني فما ماتش لازم تعدى فيه ما عادش انا دومي فينال اليوم لازم نلعب المدرب نتاعي اليوم خاطر البوبل نتاعي لازمني اليوم جو مو ديباس فيزيكمون ما كتبت ثلاثة ماتشات فرد ريتم تلعب ما تراش انا الماتش اللي لنا فيه احنا ليكيب نتاعنا شدت حتى 10 مينوت انغولا ولا مالي ولا موريتانيا المدرب كي المدرب يحسرك يكبلك سيدي ذا يعني انا كي شريده في الماتش الاولاني كي لعبوا في البوست اللي ماهوش نتاعو ما ينجمش يتجاوز روحه
اليوم كي الناس الكل قلتوا راهو الخزري ما ينجمش يكون هو البونتا اللي يلعب هكا ولا ما هذا اللي قلتوه انتم ما ينجمش يتجاوز روحه دونك دوكو لونترنور بيدو هو مهبطني للتيران ومكبلني حسرني ما خلانيش نمشي لقدام هذاك علاش قلت لك ثمة بلبيزة اليوم حكيتو قبيليك على العواذي انا بالنسبه لي انا ما نحسن ملعبيه في البطوله الوطنيه ولكن راه كان نرجعوا للستاج نتاع الجو نتاع قبل الكومبيتيسيون هذيا العواذي ما كانش موجود شكون كان موجود الغندري دونك انت كي نحيت اللاتيرال جوش وقررت انك بتجيب بيفو بالمنطق شكون بتجيب خال ما بتجيب السيد اللي كان معاك ولا ديرو 10 ايام و15 يوم مش تمشي تجيب واحد اخر ثم حاجة غير مفهومة في تصرف المنتخب حاجة واحدة متفائل أنت لا لا ما عادش نحكيو تكنيك مش مفهوم لا لا ما عادش تنجم تحكي تكنيك وقت اللي أنت عندك مشكلة في الجروب أصلا كيفاش تم اختياره في الجروب كيفاش تحط في لي بوست نتاع الملاعبيه في الرياكسيون بنات الملاعبيه انت شريتش اليوم روح نتاع مجموعه اي الاولاد ومش مشكل ونرجعوا في الطرح في ثلاثه ماتشات راه ذكروني ريتوشي واحد من الملاعبيه مشى وحفز الاخرين ومش مشكل ويصير البنك اليوم خويا ناس تتفرج في الاكسيون بتاع المساكني في 88 في 80 دقيقه لعب ناس عيطت ناس مش لاهيه ناس كي تلقى تاخذ تليفون دونك ثم حاجه في قالب المجموعه اللي موجوده دوكو ما عادش نجم انا نحكي كمتفرج او كمشاهد او كملاحظ على انه البيك صارت ولا ما صارتش هذا لعب في البلاصه نتاعو ولا ما لعبش تعرفوا الكره قلب الكره روح قبل كل شيء الكره امبيونس تبدا الامبيونس باهي نجموا نمشيو انا المنتخب هذا نختم لك ذكرني بالصوره الرديئه نتاع منتخب 2002 كاتاستروفيك عملنا كان ما ثماش ما اخيب منها يظهر لي المنتخب هذايا في الجو العام تاع اونري ميشيل كان تذكروه 2002 ما كناش موجودين جمله وما لعبناش الكاليتي مش كيف كيف نحكي لك هذا فيه بوكو ما نحكيش على الكاليتي نحكي لك على التصويره اللي تحتاج يعني اليوم تصويره خايبه خالد انا وصلت اي اونكور سي اونكور بير وقت اللي يبدا عندك كاليتي وعملت الاكسبيريونس وتظهر بوجهك صحيح سي انكور بير صحيح وقت اللي ما عندكش جروب ناس كنت تفهم نفهم احنا ما عندناش جروب نقولوا سي بول باش يعطيونا بارك الله فيه اما وقت اللي عندك ملاعبيه في مستوى لعبوا كوب دي موند لعبوا في المستوى العالي لعبوا لانجلتير بلجيكا ربحوا كرواتيا لعبوا سيزون باهي صحيح اليوم كيما الحدادي راه تيتولير انديسبيتابل في عندك دي بيلي عندك ملاعبيه تكنيك مو باهيين يعني عندك ان جروب فاريي ومن بعد تشوف لي تروا ماتش بالوجه الشاحبه هذايا فما يا كلكو شوز كي كلوش في وسط الموضوع من الاسباب هذوما ريت انا فيزيكمون الحقيقه ما معناش مستوى على الاقل اللي نجم نبدلوا الريتم ثم ما صحيح فما منتخبات يبدا عنده ريتم معين يلعب ما فما شونجمون ريتم احنا ماشي فما ماشي او كم ما تحس في ثلاثه ماتشات اللي قادرين باش يبدلوا الريتم بوتيتر انديفيدويلمون واحد عمل شابيل في الاسباس اللي هو لكن كولكتيفمون تحس فما برشا لونتور في ليكيب وهذاك علاش اليوم موريتانا رغم اللي المحدوديه الفنيه نتاعهم لكن فيزيكمون مشاو على ساقين يعني ما خلوناش وهذاك اللي زوكازون اللي عملهم كيفاش هما كي جات ليكيب هذه نتاع موريتانيا عندها اكثر ماتوريتي واكثر تكنيسيتي كان نجم يربحونا فاسيلمون لكن خذوا علينا دوسو فيزيكمون وهذاك من زوكازون اللي عملهم ديجا كلهم شوف لي دويال انت تلقانا 90% خسرناه معاهم دونك لهنا ديجا ما تنجمش تربح على الجويل نتاعك ما تنجمش تجري ما تنجمش تلعب في مستوى باهي بسرعه كلام خالد وكلام خونا طارق انا فما ايماج قعدت لي بالماتش هذا على الوليد استرار في بالحق اللي نقول اللي هو بالرسمي تالونتيو ينجم ينفع لكن ما تحطش في كونتكست باهي فما اكسيون ريتها انا معناتها طفل حاط يده هكا على خده في السونتر نعرفش فوت الموريتاني هو عامل هكا قلت انا بالحق معناتها كيسكي سباس ريالمون معناها حتى لا تتاير فل مخه مش فوقه يا طارق تاعش معناها يسمع اللي هما يلعب استرار فيه ويلقى روحه ابري توت فل صغير معناها عنده اكسبيريونس وخرج لبرا فما كل الضعف تاعها هي جوستومون معناها هذا تظلم واللي يلعب قدامه الادفيرسير لاري الكوش كاسح زاد راهو اليوم افانتا يا نوم تاع موريتانيا ماهوش خايف زاد ماهوش مسرح فل معناها في مخه معناتها مسؤوليه الاطار الفني لازم يحميه انا كي نسمع تصريحات الاطار الفني وقت اللي يسالوه على السرار فيه نقول كانه متغش لي وهزه في الليست نتاع الكان هذا ما حماهوش يعني انا كي نجي في بلاصتو يسالني على السرار فيه نجم نبدل جواب نقول والله راهو واحد من الملاعبيه الباهيين راني انا نعمل عليه راهو داخل في الاستراتيجيه نتاعي وباش ياخذ وقته بقى نصبروا عليه والسرار فيه راهو مستقبل المنتخب والكلام هذاك الكل مش نتغشش البارح الان جيريس الاجوبه نتاعو كانت غاضبه كانه يقول لهم علاش تسالوا فيا على السرار فيه
ما يجيش كي ما ولات بوليميك راهو ولات بولومي ولات فريمون بوليميك غالطه وبريسيون غالطه خاطر استرافي ما يجيش يهز المنتخب على كتفه ويمشي بيه القدام ماهوش ميسي ولا رونالدو اليوم هذا لازمنا نقولوه يعاون مش يهز المنتخب ماهوش يوسف وقت اللي كان حاضر هز المنتخب ومشي بيه وعمل مثلا ديكان كبار ولا نامبورت كيل جوار اخر ماهوش زياد الجزيري في 2004 دوكو كبرنا الموضوع على استرافي ان شاء الله ما نكونوش قتلنا الوليد بلغه الكوره ان شاء الله مخه يكون فوقه وان شاء الله زاد الاطار الفني والاداري يحمي الوليد واضح اكيد فما اجماع هنا في البلاتو من الوليد الكل اللي منتخب خيب الامال وخيب اكيد حتى امال التوانسه اللي تبعوا المنتخب اليوم نشوفوهم الفيتير هذا اللي حكاوا مع بعض التوانسه قبل المقابله نحب تونس كثير اليوم انا جينا اخر بارتي يا باش ننزلوا فاليجاتهم ونروحوا يا هو باش يبدل تكتيك غامض برشا ما يعرف حتى شيء ما فهمتش شنو اللي يستناو فيه العباد جايه معايا تعرف ما نحكي لكش معناها لونترونور على الحيط ما فهمتش ما هوش يتبع في الميديا ما هوش يقرا ما هوش يطالع ما هوش يثبت ما هوش يشوف ما فهمتش شنو اللي عنده ان شاء الله خويا المره هذيا اليوم تصفلنا حتى زوز بشيء ورب يقدر الخير ولا اعصابنا وكاو مستنيين النهارده من الافضل لان الماتشين اللي فاتوا كانوا وحشين رجع شجع تونس ان شاء الله ان شاء الله عشان خاطر ساسي ساسي لعيب الزمالك تمام اتمنى انه يوصل النهائي مع الاهلي مع مصر ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله كل المصريين جايين يشجعوا تونس كل المصريين تونس تونس ان شاء الله ربنا يكسبهم ان شاء الله ان شاء الله تونس بشجع تونس ان شاء الله تونس المنتخب التونسي منتخب جيد بس هو عايز تركيز لان هو اهتم بالعوامل الثانيه ان هو يراضي اللعيبه وفي بعض المجاملات في القائمه فده اثر على الاداء التونسي زي علي معلول بصراحه فارق جدا مع المنتخب التونسي يعني هو منتخب التونسي لغايه دلوقتي لسه ما ظهرش في البطوله بس هو ان شاء الله يصعد دور 16 ان شاء الله ويبقى مع منتخب الجزائر ومنتخب مصر ومنتخب المغرب ان شاء الله ده ذنب علي معلول على فكره اللي بيحصل ده ذنب علي معلول ان شاء الله اليوم يكون فيكتوار وقدره ربي في الويتيم دو فينال كلنا مع ليكيب ناسيونال اليوم ان شاء الله تربح النيفو نتاعنا اللي ظهرناه في البارتي الاولى خايب على الاخر البارتي الثانيه احسن شويه لكن ماهوش النيفو اللي تونس كاسامي وكفنيين على اطار عندنا اطار فني كبير مانيش فاهم مردود كيفاش يكون في المقابله الاولى والمقابله الثانيه اليوم ان شاء الله ندوزوا معاهم جوسكو بو ان شاء الله نربحوا ان شاء الله مربوحه وربي يوفقهم وان شاء الله الريزلتات تكون باهيه كما قال صدق ان شاء الله تكون 4-1 البارتي دي ديسيزيف ان شاء الله مربوحه ان شاء الله نترشحوا ربي ان شاء الله يوفقنا الناس الكل وان شاء الله نربحوا اليوم ما عندناش خيار ان شاء الله نربحوا وان شاء الله اهم حاجه نلعبوا الاتاك وكان الميتون الاولى نجموا نماركيو بونت ولا اثنين مع الماتش يسهل برشا جيت نشجع في المنتخب وصوره مربوحه والله السيد يرحم والديهم المسار والسيد هذا القناه مطيشين في السويس هكا جابنا بالكهرباء وصلنا القهوه وبقى معنا مش يدخل معنا الاستاد يرحم والديهم المسار والكل طبعا ده واجب علينا طبعا لاننا التونسي طبعا اخواتنا وفي بلدهم الثاني مصر وطبعا السويس برضه جدعان يعني فطبعا اهلا وسهلا بالتونسي هنا واحنا اهل واحد يعني عرب ومسلمين كلنا يرحم والديك ان شاء الله تونس تكسب النهارده باذن الله سيفا باش ما نحملوش المدرب الكل المسؤوليه اكيد ما نعرفش من ملاحظاتي حتى غياب الفورمه على يوسف المساكني وهاب الخزري يعني سليتي هذم ممكن الدينامو الهجومي نتاع المنتخب التونسي اثر برشا حتى على البناء الهجومي للمنتخب. هو باش نكونوا واضحين مش كان تونس الفتره نتاع وجود كاس افريقيا هذه في نهايه الموسم اكيد عندها تاثير على الجاهزيه البدنيه لجزء كبير من اللاعبين خاصه اولا اللي كانوا عندهم نسق مباريات برشا ولعبوا برشا انا اليوم كي نشوف السخيري الي ايموسي لعبوا وراه عنده امكانيات لاباس بها ونعرف يتاقلم مع وضعيه يعني في الوضعيات التكتيكيه كما يجب يعني عنده ذكاء تكتيكي لكن كي تشوفوا اليوم بصراحه سي لو بريزون ابسون سي ان روبير اللي تعرف انه الشخص هذايا مشكله نتاع بدنيه كما قال خالد بكري ومشكله كذلك نتاع ايبويزمون مونتال
يوسف كما قلت انت كذلك، يوسف ماهوش اللي نعرفوه. يوسف اولا لانه الموسم الكله كان غايب تقريبا ما لعبش، ثم اختياره يعتبر اختيار وجيه لانه نعرفوا اللي يوسف نجم يعمل فارق في كل وقت، لكن نسق المباريات ما عندوش. ثم الحاجه الثالثه اللي اهم كذلك هو انه هو والخزري سي دي جون كيزون معناتهم عندهم نفس الدور تقريبا في الفريق، يعني قادرين باش يعملوا الفارق فرديا بالتوغل ويعطاء الكره الاخيره وفي بعض الاحيان التسديد بطريقه فجائيه. هذا الشيء هذا كله يعني اثر كثير على المردود او التكامل بيناتهم، فهذه مساله اختيارات. فماهوش فقط اللاعبين كما اسرار في اللي مازال كيدخل او لاعبين اخرين اللي يعتبروا معناتها مردودهم مش طيب، حتى اللاعبين اللي هم الثوابت بالنسبه للمنتخب مردودهم اليوم ماهوش في حاله اللي تخليهم في احسن امكانياتهم. انا نقول باش نلخص بها، فما اسباب عده، اسباب فرديه الجاهزيه اللي كنت احكي لك فيها في الفتره هذه، لكن فما اسباب تهم المجموعه، تهم الفريق. يعرف الناس اللي لعب في المنتخب تعرف راهو لونفيرونمون كي يبدا انفيرونمون بوزيتيف، الموجات تكون موجات ايجابيه، حتى تكون امكانياتك محدوده تعاود تجهز وتلقى روحك في محيط يخليك تعطي اكثر ما عندك. يعني ضروره انه المحيط يكون، وهذا دور الاطار المؤثر. عندنا قيسي قاعدين نشوفوا فيها من برا، خاطر كي تعيش من داخل ما يلزمكش تكون عندك نفس القراءه كما احنا نقراو فيها من برا، من داخل لازم تكون دائما الامل عندك، لي زون بوزيتيف، المجموعه تعيش عيشه ايجابيه، التمارين تكون تمارين فيها اكثر كما نقولوا احنا رغبه، الناس رغبه باش تكون. وهذا الكل يتحضر اولا بالمدرب لانه هو المسؤول على الشيء هذا الكله، ثانيا بالناس المحيطة يعني الإطار الفني اللي قريب باش يخلي الشيء هذا يصير بطريقة إيجابية. خالد نحب نواصل مع ملاعبية هذا مساكني سليتي خازري قبل مع كاسبر جاك ولا حتى مع نبيل معلول، كنا نشوفوا برشا عمليات حلوة مزيانة بيناتهم، عمليات قصيرة يلعبوا باس هذا واحد، واثنين كانوا يدخلوا ديما للوسط سيرتول يلعبوا على جنب ويخليوا اللي لاتيروك معلول ونجاز يطلعوا معناها، هذا كل ما عادش نشوفوا فيه في النسخة نتاع المنتخب الحالي. احسن كره لعبناها يظهر لي وقت كاسبر جاك ومن بعده نبيل معلول، تبدا الكومبوزيسيون تاع وسط التيران فيها سليتي خزري يوسف المساكني ومعهم انا تاكون اللي يعطي البروفوندور. توا ما عادش عندنا لا تاكون ولا بروفوندور. خزري شكون كان عندنا قبل؟ ياسين الخنيسي في الكان اللي فات، ياسين الخنيسي اللي هو موجود حاليا، حتى العكاشي يظهر لي كلمه، حتى العكاشي يعني ريتم هذوما باش يتكاملوا لازم معاهم انا تاكون اللي ماهمش فرد البروفيل، خاطر سليتي يحب يدخل يلعب الكره لداخل، يوسف المساكني على اليسار يحب يدخل لداخل، والخزري بطبيعته ديما تلقاه في بوزيسيون اكسيال، كي بداوا يقرب لبعضهم وقتها ترى الكره عندهم ان بوتونسيال تكنيك اللي الكل ما ينجموش ما يضيعوش الكره وزيد يلقى سوليسيون فيسا، دونك هذاك علاش رينا ان فوتبول بليزار، رينا لي باس كورت، وميم تو عندك ان اتاكون اللي يعطيك البروفوندور اللي ديجا يهزك لي ديفونسور وخلق لك سباس، دونك لهنا باش تلقى الفورمول هذايا باش تلقى لي سباس هذوما لازم عندك دي كاليتي ديفيرون تاع ملاعبيه. تحط الخزري في وسط هذوما كوم ان اتاكون، زيد يهبطك الوسط توليو اربعه ولا خمسه في الوسط وبلاش بروفوندور يلعب كره قصيره ومن بعد شكون باش يخرج القدام. دونك فهمت يعني مشكله هذا الامر معلوم للمدرب ولا سامح كيفاش؟ هذا الامر هذا اللي تحكي فيه دي تكنيكمون معلوم للمدرب ولا تعرف فني ولا لا؟ يعرف لا انا شو ما يعرفش يعرف شو يعرف يلعب افيك انا تاكون خلينا نقول له علاش ما يعرفش بونتا يعملوا البروفوندور كيما شوات ولا كيما الخنيس ما يعرف هذا ما يعرفش ولا نقول لك علاش ما يعرفش خاطر اللي كان يحكي فيه خالد لي زيليمون هذو موجودين في الفريق الخنيسي موجود فوقاش توظيفهم بالشكل هذا شنو معناتها فسر لي ترى سيكو اي نو سي با بالكشي هو يعرف اما ما ينجمش يبدل التشكيلة ولا ينحي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، راكم تحكيوا على حاجة اللي هي أوسي فاسيل دو كومبروندر أنه راهو الثلاثة اللي يلعبوا لازم الخنيس يكون موجود ولا شوات تحته وصلح لي خالد تحته سليتي خزري ولا وعندك سليتي ويوسف هكا ولا افيك دو بيفو ريكوبيراتور اللي يكونوا في دو ريجستر مختلفين وأربعة التالي واضحين، دونك هذه التشكيلة أو الشيما تكتيك اللي الناس الكل متفق عليه يتوالم مع تونس وعطيت اكزامبل انه كاسبر زاك ونبيل معلول هكا ولا يوالم مع الكره اللي يحبوا نلعبوها تحب تلعب حاجه اخرى تنجم تبدل حاجه اخرى ما توصلك لشيء دونك لا جيريس لا ماهر لا فريد لا حتى واحد شاف هذا الكل هو ساعه من هو ساعه اول شيء مدرب شد منتخب
ديجا لازم تفرج شوف الهيستوريك نتاعو شوف احسن ماتش هو شوف لهنا خالد كلمه اول كلمه نتفكرها قالها في الكونفرنس كي جي قال انا الفرق بين منتخب تونس وبقيه المنتخبات اني نلاقي منتخب حاضر حاب نواصل الخدمه ماهيش عاود نبني ماهيش قاعد نشوفه في هيبه استمو يعني كان هو عنده فكر نتاع باش يلعب الكره القصيره نتاع باش يلعب الكره اللي لو المبني اللي تبنيه من تالي وعندك وعندك فيه قواعد عندك فيه دي ميليو ديفونسيف اللي يعرفوا يلعبوا عندك دي لاتيرو يطلعوا عندك الريدو نتاع دي ميليو اوفونسيف الملاعبي عندك ان بوتونسييل اللي يعطيك الواحد البروفوندور هذا الكل موجود دونك لهنا يقعد التوظيف نتاع المدرب والاختيارات نتاعو الاختيار نتاع ماتش لولاني نتاع انغولا تعدى توتالمون اترافير ما فهمنا حتى شيء بالخزري اون بوينت ما تنجمش كشريده دو ميتيرا كشريده دو ميتيرا ما نرجعوا له ماتش مالي حاول باش يصلح ونحى يوسف مساكني حتى بدري ما مشاش دونك لهنا في ديما فما الموش ماكش تلقى لي في كاسيتي الموجود قبل اليوم كيف كيف رجع للخزري اون بوينت ونحى الخنيزي يسمعني كيفاش ديجا انت باش تلقى انت هي جمعيه ايكيب لازمك تحط لي زيليمون نتاعك وتخدم عليهم ديما باش تلقى السيركوي بريفيرونسييل نتاعك ولا لي زوتوماتيزم وكي تقعد كل ماتش بدل كيفاش يجيو نجمش يعني ديما نرجعوا لهنا راهو الاختيار نتاع المدرب اليوم المدرب حقيقة ما زلنا ما فهمناه شو يحب بالضبط اسكو هو للدرجة هذه مدرب متحفظ ما يحبش يخسر وكاو والدايور عملنا تروا ماتش نو اسكو هو مدرب ما يحبش ياخذ ريسك اسكو هو ما يعرفش يوظف الملاعبين الموجودين هذا ماذا بينا لو بلو تو بوسيبل وان شاء الله احنا نتمناو لي تروا ماتش هذوما ديجا عطاو ايدي جنرال على البوتنسيال الموجود على السيستيم نجم نلعبوا به على الاختيارات نتاعو ناجحه ولا غالطه ديجا عندنا فرصه اليوم كيف ما يجربش فوست كومبيتيسيون جوستومون نقولوا اليوم هو إلاد لا شانس اللي ما خرجناش وديجا مازال في الكومبيتيسيون عنده الوقت باش يصلح هذا ما نجموش نخرج وقت لي دو بريمير يطلعوا وعندك سته لي سي ثروازيام يطلعوا منهم اربعه احسن ثالث في الترتيب يعني كان نخرجوا بالتشكيله الجديده تاع تصفيات الكاد اليوم كنا باش نبل الكارثه والمهزله التاريخيه جوستومون نخرجوا بالريجيم هذا كنا اليوم نجموا نخرجوا كان موريتانيا بركات كبوت راك توا تسلم عليهم وتروح دونك نقعدوا اليوم ان شاء الله نتمنى ان شاء الله جيراس فهم الجروب اللي عنده وفهم اللي الخزري باش ما يعطيكش بروفوندور وفهم اللي دو بيفو ولا دو ميليو ديفونسيف نجموا يكونوا صخيري والعواضي ينجم يقعد على البنك الخزري وما يخلقش مشكل يا لور شو انا سؤالي علاش ما انا ما قعدتش لور هو المدرب مثلا المدرب من مسؤوليته ان يوظف الملاعبيه لمصلحه ليكيب قبل كل شيء قعد يوسف المساكني على البنك الماشي فات سيلفو باش يقعد خزري يقعد خزري باش يقعد سليت يقعد سليت سيلفو باش يقعد مرياح وتهبط واحد اخر علاش لا فهمني ما شو ما اليوم حسب مارينا اليوم لي تروا ماتش ما فما حتى ملاعب فوق الناس كلهم فرد مستوى دونك لهنا المدرب لازمه على تروا ماتش يعاود يشوف ويقرا ويشوف امكانيات نتاع الملاعبين نتاعو ويشوف انه اللي يمشي مع الاخر حسب الاختيارات نتاعو وحسب زاده الادفيرسير اللي باش يلعب له دونك اليوم احنا نقولوا اوتوماتيكمون يعني كان انغولا مالي وموريتانيا لعبنا برشا تحفظ مثلا غانا ولا كوديفوار شنو نعملوا دونك برشا هذا برشا هذاك اللي حير في المنتخب نتاعنا اللي نحب نختم نقول حاجه اللي صارت مومون عملنا ايدونتيتي نتاع منتخب منتخب ولا فرجنا رينا كره قصيره رينا لي لاتيرو يطلعوا رينا برشا حاجات لي لاتيرو لي لاتيرو خالد اليوم قاعدين نفقدوا كان فيهم علي معلول وحمدي النقاسي اثر غياب نتاعهم زعما اليوم مازال اليوم علي معلول الحقيقه ورا اللي يفرق علي فريمون الاختيار نتاعو الاختيار انه الشواء انه يتنحى علي معلول اليوم ورا اللي هو خاطئ مستانس بالجروب مستانس بالجو لا حتى الكاليتي نتاعو الكاليتي نتاعو كانوا مختلفين على الاقل على دول اللي موجودين جوستومون اليوم حدادي وبن محمد نجم يكونوا واحد في ماتش وعلي مختلف عليه فوالا في ماتش كيما اليوم كان يعطيك دي سوليسيون كبار ياسر فهمت مشيرة الأخرى كشريدة ينفع دي ميريتي حتى التاوق قاعد يقوم بالدور متاعه ما نجم تطلب منه أكثر من هكا صحيح. على الأقل راسوران ديفنسيف ما وقت لنجم يعطيك لابور أوفنسيف ما يكون موجود مازال ينقصوا الكاليتي متاع الدرنير باس لكن نجم تطلب منه أكثر من هكا ولو أنه مازال مش كشريدة متاع الإتوالة جستما مازال ما وصلش للتوب
نيفو نتاعو نعرفوا عليه، لكن الحقيقه علي معلول حتى لتوا اون دو ريغريتي الديسكاليفيكاسيون نتاعو. وليد، تعتبر انه الخنيسي كي خرجوا في مع الشوط الاول، تعتبر انه اقرار منه هو انه غلط مره اخرى في اختيار الخزري كابونتا؟ كي دخل الخنيسي معناها بلوتو في بلاصه استرارفي. بون توا ديجا حكينا فيه الموضوع نتاع استرارفي بما فيه الكفايه. الخنيسي معناتها الناس كل معناتها اجمعت اللي هو يلزم يكون موجود، هو والا واحد في البروفيل نتاعو ظهر لي هو الخنيسي اكثر واحد اليوم حاضر باش يكون اتاكون دو بوانت في الفريق الوطني. شونجمون الحقيقه معناها كارو الخنيسي يلعب من الاول، انا ذي قراءتي الخنيسي يلعب من الاول، تحط ضغط على الفريق الموريتاني في مناطقه، معناتها تحاول ما تخليهش يخرج بالكره. وديجا قلناها معناها ليكيب تري زابليكي ظاهره موريتانيا سو لو بلون فيزيك ساعه تحسهم حاضرين، وزيد يعرفوا عندهم معناتها هما كي دخلوا عندهم دي زيدي كلير اللي انا نقول لك استنى المنتخب باش نلعب على ترانزيسيون، ظاهره العمليه كي تلعب على ترانزيسيون. دونك لازم الحاجه الاولى لازمك انت تبريسيها عالي، الحاجه الثانيه لازمك تكون تري اتونتيف التالي، معناها نحكي على الماركاج اوفونسيف. ظهر لي 3-2 ولا 4-2 في منتخب كيما منتخب تونس، نتصور معناتها ما نتقلقوش، معناها باش نعمل 6-2 باش ما نقبلوش. جي با كومبري، فما كوره تلعبت من 16 متر 50 باس لونغ اون كلوش هبطت في 18 نتاع تونس على جاكيتي خذاها، على جاكيتي خذاها، كان نجم يعطي باس للاتاكون معناها اللي داخل من غادي بون شويه ديشي تكنيك، كان نجم يعطي باس يخرج راس راسه واختار الحل الفردي. اما بونتو تعاودت مرتين. دونك شوف لهنا انا نقول معناتها على المنتخب التونسي لاحظت حاجه في 3 ماتشات الاولانيين، ما لاحظتش اللي احنا نجمو نماركيو على اتاك رابيد ولا على كونتر اتاك ولا على اتاك بلاسي. ظهر لي ديجا ماركيناهم على لي باراليتي. وهنا معلومه على الخزري كما قال طارق قبيله، معناتها علاش ما يقعدش على البنك كما غيره غيره غيره. خزري مقابله مالي حسب رايي بوتيتر كان ينجم يخرجوا المدرب، لكن خلاه يقول لك اكثر واحد معناتها عنده ريوسيت في لي باراليتي يضرب مليح، ودايور ماركا على كود بي ار تي. ما خافش من نحكيو على اكسبلور او لكود بي ار تي كي شوتهم من لاكس حاجه. ما خافش من الرياكسيون نتاعو الخازري زعما؟ والله شوف هو الحقيقه شوف ديما التغيير نعيم السليتي ديما هو اللي يخرج، رغم اللي ما كانش اسوء واحد معناها في اللعب القدام. اسلام هذا موضوع معناتها تحكيه وكيفاش نعيم خاطر زعما الفيلو نار خلص راح زياش يعني مش اكثر يخرج فيه اي ملاعب 70 دقيقه وفي 75 دقيقه يخرج عمل رياكسيون ما خرجش ما خرجش باش تحاسب على الرياكسيون هذيك. زير حط البلالي تيتولير ونحى اسمه ابراهيم تو راح تسقي في ابراهيم ما حطش صحيف في التيران. وفي التروازيم ماتش وما لعبوا بالدوزيام ايكيب وقت اللي ماركيت يجري لاصحاب وهو ما لعبش. نحكيو على ابراهيم راهو ملاعب المنتخب تنضبط ولا ما تجيش خويا كبير ياسر بالنسبه لي انا معناها يعجبني ياسر الملاعب. تحط ابراهيم على البنك وتحط البلالي تيتولير وتعمل لي شونجمون في لي دو ماتش وتبدل ليكيب كامله في التروازيم ماتش وما تلعبوش وانت كنت منتخب وطني وتعرف اللي يجي خويا بالنسبه لي انا راهو جنت تلعب تلعب تقعد على البنك تقعد على البنك تهبط تهبط ما تحبش خويا شو تدارك من الاول. فما حاجه مش كون جاي عامل مزيه وما عندناش رونالدو نعاودوا نقولوا ميسي باش يجي يعمل مزيه على المنتخب الوطني. اي ملاعبي عند اي ملاعبي وقت اللي يلزمه يخرج يخرج ما هذا وقت اللي يلزمه يقعد على البنك يقعد على البنك. اكزاكتومون. نختم بحاجه واحده على اللي حكيت على الخزري لابور نتاعو في اللي كود بي ار تي نحكيو اكسيال معناه يضرب مليح ينجم معناتها يماركي لك سور دو ينجم يحط لك كره في الفيلي، لكن الحقيقه فما اليوم كره جات مع كود بي اكسونتري حسيت الكومبورتمون معناها نتاع المدافعين نتاعنا نتاع معناتها بصفة عامة اللي في السيرفاس معناتها حسيت كومبورتمون الحقيقة اللي تحسوا معناها ماهوش اتيدي، فماش فارياسيون في لي كوفرون اكسونتري، تحس ما فماش ديسينيو. هذا ظهر لي معمول به في الفرق الكل معناها تخدم معناتها ما نعرفش انا فما ديسينيو بينات الملاعبية فما بلوكاج يصير فما قص انت برومي بوتو تنشد لك صاحبك باش تلعب ا دو باش تلعب ا تروا. هذا كل ما شفناش الحقيقة. شفنا اليوم المنتخب قادر وبصفة معناها بنسبة ماهيش كبيرة ياسر بس يسجل كان على معناتها ضربة مخالفة ولا ضربة جزاء ولا في رضا. المقابلة الثالثة ألان جيريس مش حاخ سامحني في كلمة في التغييرات، زوز تغييرات فقط اليوم عملهم زادة. بون الشوط الأول حكينا عليه دخول الخنيسي كيف اليوم دخول محمد دراجر في بلاصة سليتي، حاب نفهم شنو هو التغيير هذا؟
والله لا فهمت يعني حاب شنو ما فهمتوش اللي الساعه اليوم كان تقريب بكر شويه من الميتون بدل مش مستانس مش مستانس العاده في الاخر دونك حاجه باهيه لا خاطر اقرار وهنا اجابه على السؤال تاعك اقرار انه ما عندوش عمق انه خزنه ما يمشيش غاديك علاش دخل الخميسي بغض النظر على اسرار في اللي ما مشاش مليح انا نقول اللي كون ما باليد حيله ظهر لي السيد مع كامل احترامي ليه التوا مازال ما فهمش اللاعبين اللي موجودين على ذمته ما عرفش كيفاش يوظفهم ما قراهمش كما يجب اللاعبين ما قراش امكانيات اللاعبين كما يجب وهذا في حد ذاته نقص تاع شغل بالنسبه لانه شوف من المفروض انه المجموعه اللي عندك تعرف عليها الموندر ديتاي مونتال تكتيك تكنيك انديفيديوال اتليتيك تعرف كل شيء في نواديهم والا في المنتخب وهيك تخليك تعرف ادق حاجه وتساعات تستبق الحدث اللي باش يعملوا اللاعب تعرف اللي هو باش يعمل لك اون اكسيون فيها حاجه معناتها جماعيه او فرديه وهذه قوه الانترونور يبدا معناتها المجموعه اللي عنده يعرفها بالديتاي وانا نتصور اللي الناخب الوطني هذا يمكن نجم تقول لي مونك دو تون ما عندوش وقت كبير ما كانش عنده باش يفهمهم لكن انا نتصور الافكتيف هذا اللي هو بيدو في فتره من الفترات جزء كبير منه اعطى امكانيات اخرى اليوم تقريب ما يوري فينا في حتى شيء في ثلاث مباريات لكن معليش نحب نكون ايجابي مش انا نحب نكون ايجابي الفوتبول اللي كوم سا في بعض الاحيان تمر بفترات زي هذه وتجيك ان ديكلونشمون يبدل لك مجرى الفريق وهذايا اللي هو يستنى نستناو فيه لكن هذا ما يجيش كان من المدرب يجي حتى من اللاعبين نعاود ونقول اللي فما حاجات فرديه بالنسبه للاعبين يمكن يتحطوا انت اليوم في الفريق نزلنا على المدرب كثير ثمانيه من عشره قاعدين نستابل اساسيين الاربع مدافعين تبدلوش بثلاث مباريات علينا في المباراه الاولى كان فما البدوي لكن كشريده اساسي الحدادي اساسي مريح فما اساسي فما ليفان نوعا ما يعدي فيه على محله ديلان براون اساسي مع هذو الاربعه صخيري لعب المباريات كل خمسه خزري والسليتي وبليزو موان المساكني تقريبا المباريات الكل فتلقى روحك ثمانيه لاعبين على 11 تقريبا هم اللاعبين اللي موجودين فهنا تو دوموند علاش ليكيب ما عملتش البروغريسيون هذيا داكور دو فما في الشكل التكتيكي قاعد يتغير لكن على الاقل في النسق الناس هذوما عندهم نسق نتاع ثلاثه مباريات في ساقيهم وهنا يطرحوا الاسئله هذوما الكل واللي الاجابه زعما تجي من الاطار الفني. طارق فما لاعب نقطه استفهام الفرجاني ساسي كي لاعب مصاب ومش جاهز علاش ماشي في المنتخب اليوم اكيد محتاجين الفرجاني ساسي سورتو في المقابله نتاع اليوم فرجاني في البناء الهجومي نتاعو في الرول ديفونسيف نتاعو اليوم مش موجود الفرجاني ساسي حتى في التغييرات المدرب يخير يعمل زوز تغييرات وما دخلش فرجاني ساسي. من الاسئله اللي ما تلقاهاش جواب منطقي خاطرك انت كي زدت الفرجاني في الافكتيف فينال اللي باش يمشي يلعب الكندي دونك القاعده الاساسيه تقول وبحذايا فنيين انه هو في احسن جاهزيه البدنيه والفنيه والذهنيه هكا ولا مش احسن لانه راجع من اصابه لا لا المنطق المنطق المنطق, المنطق في الاختيار المنطق في الاختيار سي ان سيليكسيونور هكا ولا باش يعمل سيليكسيون للافضل في لي بوست هذوك باش يختار الجاهزيه البدنيه والفنيه والذهنيه والاصلح للفريق هكا ولا لا باش يعطيك ملاحظه مع الجروب طارق ملاحظه في 2006 سليم بن عاشور من 2004 كان ممتاز بيان سور اوكي جات القائمه نتاع كاس العالم 2006 جاء للمعسكر تاع المنتخب باصابه في نهايتها كيما تو فرجاني في نهايه اصابه في الكوادريسيبس وقع تشخيص من الفريق نتاعو طبعا ثم تشخيص يقول اللي كون قادر يرجع في وقت من الاوقات ويكون موجود في الكومبيتيسيون تاع كوب دي موند وقع تشخيص من الاطار الطبي والفني في المنتخب ومن بعد دون لو دوت يفالي سابستنير معناتها مادام فما شويه شك سليم ما مشاش لكاس العالم شو نقول معناتها حتى ولو هو قيمه مش معناتها نقول اليوم انا فرجاني كاروش ما كاروش موجود معناتها من المفروض اذا الاصابه مازال فيها بعض الشيء كنا نجم هذاك علاش قلت لك كان شكون اللي باش يمشي في الافكتيف فينال هو الافضل فنيا وبدنيا وذهنيا واللي يكون عنده فائده اكثر للمجموعه في البوست هذاك نورمالمون كي هزيت الفرجاني دونك راهو ان جوور كونفيرمي كي بوتيتر كومبيتيتيف في المجموعه ويفك بلاصته ما لازمكش انت كمدرب تقول لي راهو في لي كونفرنس دو بريس راهو الفرجاني مش حاضر ما لازمكش انت تقولها لازمني انا كناقد من برا نقول بوتيتر وليد مش حاضر الفرجاني مش حاضر خالد مش حاضر اما انت لازمك تقول لي راهو انا اللاعبين الكل حاضرين بقى لي شوا علاش قلت لك كوميونيكاسيون غالطه لي شوا تكتيك نتاعي انا يخليه انه الفرجاني ما يكونش موجود ولو انه هبط في الماتش الاولين
هكا ولا سيتي ان شانجمون parmi les deux changements اللي عملهم في ماتش ماتش انغولا. دونك دو كو المخ شنو باش يقول في ماتش انغولا صحيح في ماتش المالي وقت اللي انت عملت الواحد واحد وباش تسكر هكا ولا كي باش تسكر المنطق العام وباش دخل ان تروازيام بيفو دخلوه ثم منطق غايب على انانجيريس ومن معه خاطر انا نحكي على اطار فني كامل متجانس مع بعضه هو اللي باش يعطي الراي اليوم زاده وقت اللي انت حبيت تهز المباراه للتعادل السلبي 0-0 سيناره ما خرجش سليتو هابط دراجر هكا ولا وسالنا قلنا اسكو يلعب بيفو ولا يلعب الريليور على اليمين نورمالمون يكون الفرجاني باعتبار اللي انت تحب تحافظ على التشكيله نتاعك المنطق العام ما نحكيش في الامور الفنيه نحكي حساب منطقي ماهوش متجانس مع اللي يعمل فيه ألان جيريس. أنا ما نقولش رضا أنه ألان جيريس ما سمحني رأي كمشاهد مش كفني ما نقولش ألان جيريس التو ما قراش المنتخب ألان جيريس بالخبرة اللي عنده هذا كل واليوم تقرأ المنتخب تعرف تو تعدي يون سمان تفرش في الماتشوات الكل تقرأها واحد واحد شخص شخص وسرتو في إطار فني إلارجي عندك أنت قديم وجديد دونك نورمالمون تقرأه مانيش عارف اسكو ألان جيريس الجروب أقوى منه اسكو ما ينجمش يتحكم في الجروب اسكو تلك حدود الله على مستوى الكاريزما نتاع المدرب على مستوى التواصل المدرب على مستوى العلاقه انا لليوم ما ريتش علاقه بين المدرب والملاعبيه الكل ما ريتش ثم ديليان مش دميتي ولكن تاع قدر نتاع محبه نتاع انت لينا نتاع مقتنعين بيك شوف تقرا الصوره انت اعلامي وتعرف كي تقرا الصوره تلقى صوره جامده للمنتخب انا نحكي بالصوره نحكي بالمنطق انا ما زلت قديم نحكي بالروح بالقليب بالتواصل نلعب على خاطرك باش نقف معاك حتى ولو كنت ما كنتش حاضر الصوره نتاع المنتخب هي صوره جامده كانه الان جيريس في شيره وملاعبيه المنتخب في شيره بالتالي اعتقادي انه ثم اشكال في التصرف في المجموعه مش في قراءه المجموعه خاطر كان الان جيريس لحتى هو ما قراش المجموعه دونك الاختيار نتاعو كمدرب وطني غلط من الاول ايدوكو انا ما نتصورش كاين نتصور اللي هو عنده مشكل في التعامل مع المجموعه اللي اختارها باش نكونوا ايجابيين شويه وليد نقدموا المنتخب اليوم موجود في الدور الثاني فمش حاجه ايجابيه هكا ناخذ جوبا نجموا نبنيوا عليها الحاجه الايجابيه هي الكاليتي جوار اللي موجودين معناها خاطر عندنا فما كاليتي في هذيك الحاجه اللي تخليك انت معناها تخليك تقعد باهت اللي الكاليتي موجوده معناها توظيف اللاعبين هو المشكله في توظيف اللاعبين سور لو بلون فيزيك كيف كيف معناها فما مشكل كبير معناها تشوف معناتها تروازيام ماتش حكى المعد البدني قال باش دخلتوا البيك دو فورم التو ما شفناش شفنا موريتانيا اليوم معناها حاضره خير منا فيزيكمون النقطه الايجابيه زاد اللي احنا ترشحنا معناها خلينا نقولوا مثالش حتى بمراره حتى معناها بطريقه ماهيش معناتها كونفانكون اما احنا ترشحنا ابريتو باش نلعبوا لويتيان وباش نستناو الناس الكل كيفاش باش يظهر المنتخب التونسي ضد غانا اللي هي غانا ماهيش في احسن حالاتها زاد الحقيقه معناها ماهيش غانا نتاع العاده ماهيش مش الفريق نتاع 2015 و 2013 دونك انا حسب رايي يلزم معناها شوف كيما كان يحكي طارق تو كلامه معقول برشا الحقيقه معناها مس حاجات تريز امبورتونت ومهمه ياسر